طبعا بدعوة من الإشراف التربوي قمنا الورشة التربوية التدريبية السنوية في روضتنا بعنوان التعليم التفاعلي وغرس حب الوطن من خلال التعليم التفاعلي للأطفال. وسوينا مسرحية بالبداية وأوبريت بيّن هذه المسرحية بيّنت الدمار الشامل اللي مر به البلد منذ حرب إيران إلى الكويت إلى داعش، وبعدها العصر اللي انتهى هذا الدور يعني الدموي أو الدور المدمر للبلد. اليوم روضتنا روضة الأنغام تقيم ندوة وورشة حول حب الوطن، لغرس حب الوطن في نفوس الأطفال وتنمية الروح الوطنية وتلاقح الأفكار بين الرياض في سبيل الإنجاح السير بالعملية التربوية ونجاحها. حبك يا عراق يكبر كالسنابل يساب في القلوب كالماء في الجداول. سلمت يا عراق يا منبع الأبطال يا منبع الخيرات يا قبلة الأجيال. فكانت فعالية ضخمة رائعة تصف انتقال البلد من الزمن المظلم من زمن الإرهاب من زمن داعش إلى على يد الجيل الواعي القادم على يد التربويين الواعين وإنتاج جيل مثقف يتحمل المسؤولية شلون أنهض بالواقع العلمي أو الإنجازي أو المعماري للبلد.